نكتشفوا. لا صور سالينا التصوير، هو دابا غيدخل مرحله المونتاج ان شاء الله. بطوله رشيد الوالي، حمزه الفيلالي، واحد البنيته زوينه سلمى السايري، مريم الزعيمي، عادل ابا تراب، وصديقاتي واصدقائي بحال نوراس قلي، سعديه لديب، هند السعديدي، ناديه العالمي، قاموا بادوار صغيره من اجل تشجيعي في هذا الفيلم. وانا سعيده بالاشتغال في هذا الفيلم، لان طاقم لا الطاقم الفني ولا الطاقم التقني كان رائع 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 جدا، وحسيت باللي صحابي وصحاباتي باغيين يعاونوني، ونتمنى يعجب الجمهور. غنيه جدا، انا اوصي بها كل زملائي وزميلاتي اللي بغاو يطرقوا باب هذا المجال. خاص غير الواحد تكون عنده واحد الرؤيه واضحه. انا كنشجعهم وما يصنتوش على الناس اللي كيحاولوا ما امكن انهم ينتقدونا. مزيان الانتقاد، ولكن يقول لك هادشي ولا ديال من الممثل ورجع وراء الكاميرا ولا من، علاش لا؟ حنا ما جايينش من ميادين بعيده جدا، حنا تكوننا في مدرسه الفنيه وكنشتغلوا في الفن. اذا بغى اي واحد يجرب راسه وحظه وراء الكاميرا فله الحريه في ذلك، وانا اشجع كل الذين يعني يفكرون في هذا المجال. بزاف اويلي، انا بلا خوف ما كنعيش، انا كنخاف فوق الخشبه قبل ما ندخل، كنخاف قبل التصوير، وكنخاف بزاف لعندي الخوف مني ولج هذا عالم الاخراج، لانك تعرف بانك تكون عندك مسؤوليه ديال كل شيء، ديال البلاطو من البريباراسيون حتى لاخر يوم في التورناج. ماشي انت كممثله مسؤوله عن نفسك وعن حواراتك فقط، كتولي مسؤوله عن الجميع.